تريدي راسك مزيان ضبطها فراغ. علاش راه كان الحاج تما وكانوا الاخوان؟ علاش ساكتين؟ علاش سيدي قاسم ساعتين والمقابلة حابسة والناس سكرانين وتيعايروا وتيضربوا ساعتين المقالة وفي الاخر جاو قالوا اليوم نعطيو لواحد اللاعب كارتروج تتحيينا اللعابة ديال سيدي قاسم واخا حيعطيو اللعاب كارتروج كان بإمكان ديالهم يلعبوا البارتية خلاو داكشي صحفر عليهم في الحال. تحية لإخ اللعابة ديال سيدي قاسم تنقول الإخوان ديال سيدي حياة تحية ليهم تنحييهم ولكن كانت هناك ضغوطات فوق منهم لأن ذاك النهار الثلاثي اللي كان في سيدي حيا كنت جيب ليه اللي كيبلاصو لي ربح هذاك النهار كانوا لي بارتي دازو بساعتين في المكانة وفينال داز خمسة ديال الدقائق دومي فينال داز سبعة ديال الدقائق يلا جاوبوا على هادشي ما تقدوش الناس ديال سيدي سليمان ما داروا والو أنا اللي درت أنا الفوتي تنقولها عطيوني افيرتيسمون عطيوني كاتروج عطيوني عام عطيوني 10 سنين عطيوني لاعطيكم الإعدام الله يعطيكم الإعدام، من هذا سنكون من الفرحة ديالي الله يعطيكم الإعدام، والله تا غنتابعكم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم الأستاذ خالد إزوار رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعية المجتمع المدني بمدينة القنيطرة وممارس للعبة الكرة الحديدية. الآن احنا اليوم الأحد تتعرف مدينة القنيطرة تنظيم تظاهرة رياضية نظم الاتحاد الرياضي القنيطري للكرة الحديدية بمقر نادي حلالة بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الشباب نزولا عند رغبة مجموعة من الممارسين ديال الكرة الحديدية بجهة الشمال الغربي أن هناك مجموعة من الاختلالات بهذه العصبة وسأتطرق لها بالتدريج والكلام ديالي موجه إلى السيد وزير الداخلية بالدرجة الأولى ووزير الشباب والرياضة وكذلك المجلس أعلى الحساب ورئيس الجامعة الملكية للكرة الحديدية لأن الدور ديالي أنا سأتحدث عن كوني فاعل جمعوي وأترأس أكبر تنظيم جمعوي بمدينة القنيطرة وهذا ما يمليه علينا الدستور من رصد الاختلالات وكذلك تقييم السياسات وتقديم العرائض. في الأسبوع ما قبل الأخير وأثناء تنظيم نادي سيدي حيا للبطولة السنوية عرفت مجموعة من الاختلالات، أولاً هو أن كانت هناك هذه العملية ديال البيع والشراء، وللأسف هذه المسائل شكون اللي كان اللي ساهم فيها؟ من المفروض أن رئيس الجامعة ديال الشمال الغربي اللي هو الرئيس ديال هذه اللجنة هو اللي خصو يسر على الانضباط وتنظيم هذه اللعبة أنهم تيعطيو البارتية لواحد الكلوب ديال مدينة القنيطرة وحرموا واحد النادي آخر في مرأة ومسمع من الجميع وكذلك في المباراة النهائية ورئيس ديال نادي سيدي حيا للكره الحديديه اللي منفروض عليه هو اللي ينظم هو مسؤول كذلك بالعصبه كذلك عرفت هذه المسائل استهتار هذا استهتار بالرياضه هذا ضرب للقيم ديال التربيه وانا لن نسكت كذلك هناك مجموعه من الاختلالات في السنه الماضيه في عرباوه الحكم صديق ديالي السي عرعور لحكم في اكثر من ساعتين هناك واحد المعركه كبيرة حكم مع لاعب وإطرها تعرض اللاعب العيماني ل 13 غرزة في الراس ديالو ولم يتخذ في حقه أي قرار تنقول رئيس الجامع رئيس العصبة الشمال الغربي وعضو في العصبة تيبيعوا لابارتي دوفون تول موند أنا مسؤول السيد رئيس الجامعة الملكية للكرة الحديدية أنا مسؤول على الكلام وما غنسكتش وتنتحمل المسؤولية ديالو وكذلك لم يتخذ القرار والسيد عنده 13 غرزة ومشرقين لي الحوايج ديالو ولم يتخذ أي قرار في حق الحكم ما اتخذ قرار كذلك هذه السنة وأثناء تنظيم في سوق الأربعاء تأهيل للعصب ساعتين المقابلة حابسة والناس سكرانين والدافزة والمعيور والسبان ساعتين المكانة ولم يتخذ قرار في حين أننا الآن في مدينة القنيطرة اتخذ القرار بسرعة جوج ديال الدقائق وقيلا ولا خمسة ديال الدقائق اخذ قرار حكم واحد السيد تيقولوا له ديليغي في خرق سافر لماذا تم إقصاء فريق ديال سيدي سليمان اللي ما دار والو وحنا في مدينة القنيطرة الممارس عبدو ربو تيقول بأننا أنا اللي خطأت كان من المفروض من القوانين أن تعطى أمها واحد لأيون إنفيرتيسمون واحد أفيرتيسمون ولا تكون ان كارتروج ولكن ما يتقصاش الفريق ديال سيدي سليمان ما يتقصاوش الاخوان اللي كاين اذا هناك استهتار
في الوقت اللي المسؤول على هذه الرياضه بالشمال الغربي تيبيع البارتيه باش يمشيو الناس للطيب صالح، هذا راه حشومه عار وبارتيه فيها اربعه ديال اليمان ولا ما هذا، هذا استهتار بالرياضه. لن نقف مكتوب في الايدي وما غيخلعوناش القرارات ديالهم. وهذا كلام تنقول وزاره الشباب والرياضه ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه يدير فيه تحقيق، وإذا ما دارش فيه التحقيق غادي نديروا وقفات لا في مدينه القنيطره ولا في الجهه كامله، نحبسوا هاد كما تيقال سيدنا. سيدنا قال يجب الضرب على ايدي كل من اخل اما ما هو اجتماعي او ثقافي او تنموي، ايا كان ايا كان المسؤوليه، لكن الانسان المسؤول خصو يتحملها بكل اخلاص وموضوعيه. وهما الاخوان هنا الممارسين يمكن لكم انكم ديروا تحقيق معهم جميع النوادي. هاد الاختلالات اللي دارت وحشومه، داكشي اللي كانت دار في سيدي حياه كارثي 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 جدا كارثي جدا. ومنين صادر من دي مومبر فيديرو من لو بريزيدون ديال لا فيديراسيون ديال لا ليغ دي نور، ومن حريبلا اللي تا هو ممثل مع الصحافه ولا الاعلام ولا ما نعرف شنو، وهو رئيس ديال سيدي حياه. وتنقول لهم ان الا كانت هاد الامور ما تعالجاتش باسمي وباسم جميع المجتمع المدني، ان جميع التظاهرات اللي غتنظم هنا في مدينه القنيطره سيتصدى لها المجتمع المدني بمدينه قنيطره بكل حزم وبكل تفاني. وشكرا للجميع. محمد بودرار الكاتب العام ديال نادي قنيطره الكره الحديديه. مارست الكره الحديديه في 1974، بطل المغرب، كاس العرش، كاس الحسن الثاني جوج مرات، لا مارج فيرت، كاس محمد الخامس. اليوم التظاهره دازت مزيانه من ناحيه ديال لورغانيزاسيون مزيانه، الناحيه ديال الفريق المنظم كان في احسن مستوى، الرئيس داز كي مزيان. هي جات واحد المشكل وهو اقصاء فريق ديال النادي قنيطره الكره الحديديه، فريق عتيق عنده ماضي. وكان الرئيس ديالهم هو السي بعمراني الله يرحمه، خلى الناس اللي انا اللي كنوب عليه، مات بعمراني انا باقي تنوب عليه. كاين شوف كاين بعض الهفوات مناش ماشي في العصبه، العصبه خصهم يقادوا يعرفوا معامل، خصهم ناس مزيانين، ماشي غادي يدخل العصبه دخل العصبه دخل العصبه. جا واحد الانسان ما نذكر السميه ديالو بلا ما نذكر السميه، إذا ذكر السميه ديالو، جا فريق ديالي أنايا تأهل باش يدوز يلعب الإقصائيات، جا وقفوه، علاش؟ جا قال لهم أنا هذا الفريق هذا ديسكاليفي، علاش؟ وتجمع عيط على رئيس، عيط على رئيس ديال العصبة، خصو يجي يشوف معامل، يجي عيط على الأربيتر، ديسك عامل الأول عاوتاني في الشيء. عام الاول ديسكاليفينا فريق نيت، انا ما بغيتش نوزع، اليوم ما بغيتش نوزع، على وجه على من؟ على الناس ديال النادي. قالك احمد انتوما كصحافه الله يرحم والدين بغينا واحد القضيه هاد اللعبه هادي ما بغيناش تمشي اللور اللور، بغيناها تكون القدام. احنا فينا ما احنا كاع ما نشاركوش كاع، المره الجايه ما نشاركوش كاع، ولكن يشوفوا العصبه، يشوفوا معاهم كيتعاملوا، ماشي غير اللي جا اجي يدخل العصبه. كاين ناس اللي احسن من واحد اللي يجي، كاين سي بوزكراوي يدخل، هذا الرئيس ديال النادي هذا خصو يكون بلاصه، هذا اللي درنا الصداع، هذا اللي درنا الصداع خصو يكون رئيس. وانا شوف انا انا ككاتب عام ديال النادي، انا ككاتب عام ديال النادي انا ما عمري بغيت ندخل العصبه، انا بغي نعاون صحاب العصبه، باغي نعاون لا فيديراسيون، باغي نعاون. وهذا الشيء كنوصلوا الجامعه، كنوصلوا العرشان محمود، قول له حماد راه هو اللي دار هاد الندوه هذه معاك.